عالم في الخارج شو مبينوا اللي دا تونس راهو مش كلام وانه قوي قوي يبقى واحد. هذه واحدة. ثاني حاجة نقطة ثانية نحب نقول لسي حافظ وسي خميس قصيرة وانه يا سي خميس الامكانيات لابد منها طبعا كان يقرا لك التقرير الادبي المال والله زوز توزن اورو زوز توزن اورو شنو هذا حزب وفي المانيا وباعتبار سي خميس تفهم حاجه وان المانيا راهي ممتده وكبيره انتم عادي في تونس لا سامحني سي خميس انتم في تونس المنبنسقيات على مستوى المعتمديه كل واحد يخدم معتمديته معتمدية مثلا معتمدية حارة الوالي انا من حارة الوالي يا عصي حافظ يعني تخدم على مستوى معتمديتي تتحرك على مستوى المعتمدية وتكلم هيك لكن احنا المانيا كبيرة وممتدة يعني التنسيقية هذه مهمتها باش تعمل انتشار بكامل المانيا اي باش هذا حق ولا نتكلموا كيف بالفراغ بالونه يعني الواقع يلزمها امكانيات يلزمنا نرصدوا امكانيات لهذه التنسيقيه حتى تقدر تتحرك في كامل المانيا هذه واحد ثاني حاجه المكتب اللي باش يجي ان شاء الله باش نعملوا خطه عمل واستراتيجيه العمل متكامله ونقسموا الاعمال نتاعنا اللي يسكن في جنوب المانيا يخدم التنسيقيات في جنوب المانيا اللي في شمال المانيا يخدم شمال المانيا وعلى مستوى برلين يخدم على مستوى برلين حتى هكا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى في اجتماع جاي يكون الحضور اكثر ومتكثف اكثر واكثر والسلام عليكم.